ووقفنا ضده 100%، وكتل سياسيه مشاركين سياسيين فرضوا النظام البرلماني بحجه ان الدكتاتوريه موجوده، وخاف يرجع عند النظام صدام حسين، وخاف ترجع الدكتاتوريه، ووقفنا ضده بكل قوه. شنو يضمن عدم رجوع الدكتاتوريه؟ توزيع الصلاحيات. يعني الان 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 تقول لي فرنسا انتوا اتهمتوا، يعني انتوا كدوله قانون رئيس وزراءكم من فترة السيد المالكي اتهم بأنه مارس الدكتاتورية بإدارة الدولة. عمي أريت أيام المالكي خلي يرجع دس أشوف الشارع صار بي يوم المالي أيام المالكي خير. ها مع التحدي، مع التحدي الأمني الكبير، ومع الاختلاف القوي بالكتل السياسية والمناكفة السياسية الحادة بين طارق الهاشمي وبين فلان وبين كان سامي النجيفي، وخلاف شاد وقوي بين الحكومة والبرلمان وبين الأحزاب السياسية، كان أداء قوي، هيبة الدولة موجودة. أقول لك ضابط برئاسة الجمهورية اختال إعلامي، ها يروح رئيس الوزراء بنفسه يعتقله ويجيبه، ضابط اختال إعلامي محمد بديوي. محمد بديوي بس طلع الضابط، طلع بعد ما دفع كفاءة، دفع شو اسمه، دفع فصل، انحكم واعتقل وكذا اعتيادي. هنا تتدخل بها قضايا فصل ومنازعات، دفع فصل الأهل ولا تنازلوا، أما ما طلع هالشكل. إذا طلع يطلعوا القضاء هو المسؤول، يعني إذا انحكم وطلع من يطلع غير القضاء؟ إذا القضاء يحاسب. بس أنا سمعت بأنه دفع وفصل وشكل. واليوم شنو الأداء الأمني؟ لا أقول لك ما تقول ليش الأداء الأمني، انطيني شيء زين بالشارع. الخطف قل، عندك اغتيالات وعندك خطف من الوراهن. وراهن والله ما هذا صدام حسين، لا واقعا من وراء الخطف والله والاختيار. وراها يعني هذا الواقع اللي موجود، وراها جهات من سياسية. من يقف وراء الخطف والاختيار؟ جهات سياسية قطعا جهات سياسية. لا تقول لي عصابات وما ادري شو العصابة، شو العلاقة بالمظاهرات؟ هم هي 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 العصابات نسب المظاهرات. يا شو يعني نسب المظاهرات؟ اشتغلوا بعض المظاهرات عصابات وغيرها، وشو دخلوا بالمظاهرات؟ ذول اللي يبوقون ويسرقون، واللي باقوا حلال الناس، واللي اعتدوا على بيوت الناس ومحلات الناس، هذا متظاهر؟ مو متظاهر، هذا اخترق المظاهرة. المتظاهر اللي يطالب